اهلا بحضراتكم حلقه جديده من برنامج والله اعلم ونستكمل اليوم الحديث الطيب وخواطر فضيله الامام حول الحج نتحدث اليوم عن الكثير من الامور ابتداء من الاحرام وانواع الاحرام وما يمكن او يباح للمحرم وكذلك ما الذي يجب ان يتجنبه المحرم قبيل بدء رحله الحج نتحدث في كل هذه الامور وفي غيرها ولكن في البدايه ارحب بفضيله العالم الجليل الاستاذ الدكتور علي جمعه السلام عليكم مولانا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم, ومرحب بكم. اهلا بكم في البدايه يعني وصلتنا عدد كبير من الاسئله على الاس اس بخصوص النقطه التي اثرتها فضيلتك بالامس فيما يتعلق بانه من الممكن أن نحج بالتقسيط مع الشركات التي تبيح هذا الأمر إن تعذر إكمال المبلغ أو تحويش المبلغ بمعني آخر هل وفقا لهذه الأسئلة التي امامي الآن على الاسم اس تقول أيهما أفضل أيهما ترجح في الإمام بالنسبة لنا أن ندخر المبلغ مهما طالت المدة أم أن نلجأ للتقسيط عن طريق هذه الشركات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه من رحمة ربنا بينا أنه جعل الأحكام الفقهية التي نتعامل معها على خمسة مش على واحد مش ليها وجه واحد لا. ده ليها خمسة أوجه فهناك الفرض أو الواجب هناك الحرام ده لا. لازم نعمله وده لازم نبعد عنه صحيح. ثم إنه هناك المندوب وهناك المكروه وهناك المباح نعم. ونحن عندما نقول بالجواز فنحن نتكلم عن المباح لا نتكلم عن الواجب ولا يعني ليس نعم. على كل من وجد شركة نظامها التقسيط ان يفعل هذا نعم. بل هو مباح له, مباح له ان يفعل هذا وليس حراما بالمطلق وليس حراما نعم. وليس واجبا صحيح وانما هو مباح نعم. فكل واحد على ظرف نفسه وعلى لا. قدرته وعلى حاله اذا ما فيش هناك فتوى اسطمبه تتطبق على كل الناس مم. لكن احنا بنقول ده مباح مم. طيب الاكل أكل. الاكل مباح الملوخيه مباح طب ما بيحبش الملوخيه ما يجراش حاجه مم. كان رسول الله صلى على الله عليه وسلم. وسلم يعاف بعض الاشياء عاف الضب وكان يعاف الارنب لذلك تلاقي الارنب في كثير من البلاد الاسلاميه لا يؤكل ويتعجب الناس من المصريين انهم ياكلونه مثلا يعني طب هو الارنب حرام؟ لا طبعا انت واخد بالك ب... 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 باتفاق لكن اهي الحمام تلاقي في ناس ما تاكلوش ابدا بره بس مش عندنا ويتعجبون انتوا بتاكلوا الحمام ازاي؟ هو الحمام ده بيتاكل؟ طيب يبقى لكن اكل الحمام مباح والتقسيط في الحج مباح ولبس مش عارف البدله ولا الكرافطه مباح طب انا مش هلبس بدله لا. ولا كرافطه انا حر لا. ففي مساحه في الشريعه اسمها مباح وعلى فكره لا. هي الاغلب من الفقه لا. الاسلامي انه الاصل في الاشياء الاباحه نعم طيب اتفضل اتفضل. ايضا في هذه الجزئيه يعني كان في سؤال رقم اخره 93 بيسال فضلتك ومش كاتب اسمه الحقيقه بيقول طب انا لو تركت الحج عن طريق التقسيط واعتمدت على مبدا الادخار وطلب العمر وجاء الاجل دون ان احج فهل هنا انا وقعت في خطا لا ولا شيء هناك عليه هو مشي بيحوش الادخار نفسه من اجل الحج ليس واجبا. الادخار من اجل الحج ليس واجبا. ليس واجبا. نعم نعم. خلاص؟ نعم. قالوا ومقدمه الواجب واجبه ومقدمه الوجوب ليست بواجبه. انجليزي ها؟ مش فاهم. نفسر نتكلم بالعربي. نعم. شوفوا وصلنا لغاية فين آه. لغاية إن آه. القواعد الأساسية آه. الأولانية ما بقتش مفهومة مم. إيه مقدمة الواجب واجبة إيه مقدمة الواجب دي ما لا يتم الشيء إلا به زي إيه يعني زي الوضوء بالنسبة للصلاة نعم ينفع روح اصلي من غير وضوء قطعاً لا قطعا لا يبقى لازم المقدمة بتاعت الصلاة اللي هي الوضوء, الوضوء؟ لازم أعملها علشان أصلي صحيح. سهلة دي بقى خلاص طب مقدمه الوجوب الوجوب اللي هو زي ايه زي الزكاه يعني ايه يعني هل يجب علي ان ادخر حتى م. اصل الى النصاب نعم. ثم نعم. يجب علي اني اقعد أع... النصاب ده عندي في ملكي آه. سنه علشان يتفرض علي الزكاه اكيد لا مش هو ده المقصد لا يمكن نا. مقدمه الوجوب ليست بواجبه انما مقدمه الواجب هي واجبة. الواجبة نا. شوف الفرق ما بين فيه. العلاقه قدرت. بين الوضوء آه. والصلاه أيوة. وبين اني ادخر عشان علشان ادخل في شريحه الزكاه المزكين نعم ما ينفعش طب عملت كده قلت انا هدخر نصابا وهخليه عندي سنه عشان افيد الفقر ماشي ما يجراش حاجه أنا هعمل دفتر توفير وأحط فيه كل سنة كذا علشان أحج، مفيش ما مانع. أنا عايزين نعمل مشروع قومي في مصر تأمين وثيقة الحج، ت... وثيقة تأمين الحج. مم. وأول ما يجي لي ولد ولا بنت أروح أعمل وثيقة في مؤسسة الحج لما تنشأ إن شاء الله ولا في التامين التكافلي اللي احنا متفقين انه حلال ولا في كذا وكذا علشان ابني وبنتي لما يبقى عنده 36 سنه يروح يحج جائز يبقى اذا ده انا هنا هعمل ايه كمان ده انا هستثمر الفلوس مش هدخرها بس لا. يعني هحوش واستثمر جائز هل ده واجب لا لا مش واجب الاجابه انه لا. مش واجب يبقى بيقول لي اروح التقسيط احسن شو بقى سؤال مولد من هذا اروح التقسيط احسن ولا ادخر احسن اللي انت عايزه اعمله لان عايز رايك انت رايي انا يبقى هيتعلق بحالتي انا بحاله علي <تكلم> نعم. مش بحاله حسن وحسين آه. وحسن خاصه مولانا ان الادخار للحج ليس واجب ليس واجب آه، قد يكون في حال مج... هو مباح مباح نعم بس ليس نعم. واجب ليس الواجب بمعنى آه. أن... أن... ان ممكن شخص يقول لحضرتك ايه انا عمري كده ما حج ليه يقول لك انا انا دخلي مثلا بس أ... 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 2000 جنيه في الشهر معظم الناس طب من... انا 2000 جنيه طب هحوش منهم انا هحوش 50000 جنيه يعني قد قد يعني الحج مش فرض عليه يعني اه الحج مش فرض عليه وقبل قبل كده قلنا الشيخ الكوسالي ما حجش وابن حزم ما حجش وهكذا مم. الحج مش فرض عليه مش لاقي ياكل او مش لاقي حج نعم الامام محمد عبده ما حجش على فكره لعدم استطاعته في هذا التوقيت حضرتك قلت العلماء لم يكن لديه هذا وقت الامام مهن. محمد عبده ضاقت عليه الامور وكل حاجه وبدا نعم. يعني على باب الله نعم وبعدين جه في اخر حياته بقى مفتي المفتي كان يدوله كام مم. 80 جنيه في الشهر مم. 80 جنيه دهب خلي بالك اه 80 جنيه دهب نعم ف لما خد 80 جنيه في الشهر اصبح يعني غنيا جدا مم. قاضي الدوله يعني ها قاضي الدوله اه, آه. آه, 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 آه مفتي الديار نعم صحيح وكذا والى اخره بقى غني نعم وكان ما يباتش في الشهر الا وهو منفقه فما معهوش حج شوف الى آه. اي درجه فلم تجب عليه الزكاه فلم تجب عليه زكاية. ليه <applause> التمانين جايين هنا نعم. والضرعين هنا ما فيش اي مبلغ فائض حال على الحول ولا بلغ حتى نصاب اطلاقا نعم فاهو واحد كان فقير نعم. وبعدين اغتنى وبعدين بعد ما اغتنى ما بقاش غني نعم. بعد ما اغتنى في الايراد يعني نعم ما بقاش نعم. غني نعم. ليه لانه يجيله الحول يعني ما فيش في ولا كذا مظبوط نعم. ليه الناس ديه لما اعطت الشيخ ابن باز الله يرحمه في السعوديه مره الملك جه وجد عليه ثمانين الف ريال زمان من اربعين سنه ثمانين الف ريال ده حاجه مهوله يعني تعمل ايه قال ده عايز دين يديره ده عايز دين يستلف ويديق وكده لغايه ما تراكمت عليه ثمانين الف ريال دفعهم له الملك خد ثمانين الف ريال اهي شويتين قدام ب 80 ثاني ما فيش فايده. نعم. انت واخد بالك؟ لا. الناس اللي زي دي اللي هي متصدره واللي هي كذا الى اخره الله اعلم بيهم ده ممكن لا تفرض عليهم الزكاه اصلا. لا. فيبقى اذا الحج مرتبط بالامكان المالي وقد يكون ظاهري من الخارج كده ان انا متمكن. لا. ابن حزم انت عارف ده ابن وزير ولذلك هو بيناقش الباجي، باجي كان مالكي. قال له تركت الدنيا لاجل العلم وانت فعلت العلم لاجل الدنيا طبعا احنا مش موافقين ابن حزم على هذا لكن الجدال بتاعهم كان شكله كده ان انا تركت الدنيا اللي هي بقى اللي ابهت الوزاره وكذا الى اخره لاجل العلم صرف كل امواله في الكتب وفي كذا الى اخره فاصبح فقيرا فما حجش فاذا احنا عندنا امثله كثيره من هذا النوع الحج على القادر م. في بدنه وفي ماله نعم. طب افرض ان انا دخلي كبير اهو 80 انت عارف 80 دي يعني في الشهر كان بياخد كام ما شاء الله ومفيش حسد هنا بقى الشيخ محمد انتقل 1900 نعم. 1905 نعم 80 في 2000 ب 160000 جنيه بمعدل النهارده دخل 160000 جنيه نعم اجر شهري 160000 جنيه لكنه كان جوادا كالريح المرسله اللي هو الشيخ محمد عبده ده ممكن وانا حد يسمعني يقول ايه طب والله انا لو دخلي كده وما رحتش حجيت والله ده انا ده, ده, ده حرام عليا كان المفروض ان اقتطع جزء أيوة. انت عارف حاجة. حرام هنا مش حرام شرعا اه حرام هنا اتحرمت إيه من, إيه من من من, من الشيء ده يعني لما واحد يلومك اجتماعيا يلومك نفسيا يقول يا اخ حرام عليك اللي بتعمله ده مم بتعمل مم ايه بتجتهد بتسهر الليالي بتبذل مجهود اكتر في الشغل او في اعداد البرامج بتاعتك او كذا الى اخره فبيقول لك ارحم نفسك يا اخي مم ده حرام عليك حرام مم شرعا يعني ان انا اتقن العمل حرام شرعا يعني ان انا اؤدي ما عليا علي الحقيقة لا, لا, لا انما حرام دي مجاز لكن مش حرام شرعا اللي هو هيو هيعاقب تاريكه لا, لا فهو الناس دي اه ممكن واحد يقول كده يقول لي يا اخي والله حرام عليا ان انا اعمل كده 160 الف جنيه طب ما انا اخصم شهر ربع شهر واروح احج ماشي انت حلو انت جميل كده وكويس وعندك القدره لكن جه وقت الحج وما معكش يبقى مش لازم عليك معاك يبقى لازم تروح تحج صحيح صحيح بارك الله فيكم مولانا بارك الله فيكم ان شاء الله مشاهدينا اللي بعتوا اسئلتهم بهذا الشان ان شاء الله يكونوا وجدوا المفيد في اجابه فضل الامام. نعود مره اخرى فضلتك الى الاحرام بالامس حضرتك ذكرت اشياء مهمه جدا باننا من الافضل من الافضل بعد ان نغتسل ونلبس ملابس نتطيب ونلبس ملابس الاحرام ونصلي ركعتين الا نلبي بالعمره او العمره متمتع الى الحج الا عند الميقات في الطائره او في الباخره حتى لا نحبس بملابس الاحرام لا. حتى لو حصل اي ح... اي حادث اي عارض صحيح يقول لك ربنا يمنع الموانع لا. يمنع الموانع ده يعني وانا ماشي العربيه آه عملت حادث او العربيه <applause> ما وصلتش او جينا فربنا يمنع الموانع لا. علشان بس ايه نكمل فاذا ال... ال... لو انه احرم في البيت لا. هيبقى دخل, دخل. في الاحرام آه إذا لكن لا. لو ما احرمش في البيت وركب العربيه وراح المطار وركب الطيارة نعم. أحسن الطيارة برضو ت... نعم. عطل فني ماشي يا عم أنا, نعم. أنا موجود. أنا بره الإحرام أهو دخل في الإحرام في الطيارة يبقى خلاص تقيد ولذلك نعم. قلنا أنه هيقول لبيك اللهم بكذا اللي هو رايحة عمره متمتعا بها إلى الحج ده مثلا ده المصريين بما أنهم بيدفعوا هدي إيه 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 لا ما هم مش بيدفعوا هدي كده هما بيدفعوا هذه لانهم تمتعوا نعم اما لو راحوا حج مفرد نعم. يبقى ما فيش هادي صحيح لانهم حج تمتع. قارن او نعم. متمتع هيدفع الهادي نعم. نعم واجعل محلي حيث حبستني نعم. نكتب الكلام ده المشاهدين يجيبوا ورقه كده او نكتبها حتى على حب. الشاشه نكتب كده نكتبها على, على الشاشه نعم واجعل ادي كلمه محلي م. كلمه اهي حيث ثلاث حبستني ده عقد بيني وبين ربنا انه لو حصلت اي موانع م. انا هخلع الاحرام نعم. نعم. واجعل محلي حيث صحب يعني هو يبقى في ذمتي هدي بالغا مكه نعم. بمعنى ايه مولانا لازم أدبح لازم أ... لو لو انا قلعت كل حاجه تمام. ولازم أتبح. آه. انا ركبت لا قدر الله الطياره خطفوها الى لندن نزلنا لندن الناس قاعده تتفرج ايه دول الناس اللي عاملين زي غندي دول ولا لابسين ليه كده ولا ايه الحكايه يقال أيوه فانا خلعت ولبست الثياب بتاعتي واتصلت بصديقي في مكه إتبحلي لي او بابن عمي اللي سافر قبلي أو بقريب أو كذا إلى آخره أو بالفوج بتاعي لا. أو الشركة بتاعتي أقول يعني له ادفع ادفع لي عشان لي. ادبح اذبح لي لأن أنا فكيت الأحرام لو ما حصلش ده أبقى محرم ما زلت محرم لأن ربنا بيقول فما استيسر من الهدي نعم نعم. فاذا اذا احصرت انا كده يبقى لازم اعمل هدي نعم استاذ فضلتك هنخرج الى فاصل وبعد الفاصل ان شاء الله هنتحدث على ما يباح لي وما لا يجوز لي ان افعله وانا محرم بعد الفاصل ان شاء الله يبقى عملي.